نعم، يعني يوجد حوالي 10,000 أسرة موجودة على قوائم انتظار وزارة التنمية، ولكن الصرف يعني البرنامج حسب الوعودات من رام الله سيفتح في بداية شهر 12 أو لربما منتصف شهر 12 لهذا العام، اللي يتم إضافة أسماء، استئناف أسماء، حجب أسماء، لأن البرنامج مغلق من عام ونصف تقريبا بيننا وبين الضفة الغربية، ولا يوجد تدخيل أو اعتماد أسماء جديدة، ولكن من هم على قوائم الانتظار حتى هذه اللحظة ينتظرون، يعني إن شاء الله مع بداية فتح هذا البرنامج يكون هناك اعتماد أسماء جديدة يتم صرف لها خلال الدفعة القادمة، ولكن صراحة نحن ننتظر أن يفتح هذا البرنامج، حينما يفتح يتم البث في هذا الموضوع بشكل أكبر واضح. يعني للتوضيح.